حزت على الناي، وكذلك الاستماع إلى زوجته الفاضلة سوسن وهي سوف تغني لنا، وصوتها وكما وصفت الإهرام بأنها صوت فيروز الثاني. لذلك الأخ صلاح الخوري الأخطل الصغير، وعنوانها يا عاقد الحاجبين. تقول الأغنية: يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين. ماذا يريبك مني وما هممت بشيء؟ أصفرة في جبيني أم رعشة في اليدين؟ تبدو كأن لا تراني وملء عينك عين، ومثل فعلك فعل، ويلي من الأحمقين. مولاي مولاي لم تبق مني حيا سوى رمقين، صبرت حتى براني وجدي وقرب حيني يا عاقد الحاجبين. Thank you.
Oh, yeah.